الرشعي في مختلف المجالات. الثقافة أحد أهم مركز الواجهة، وهنا في معرض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف حرصنا على أن نقدم مجموعة من أحدث إصداراتنا، من أهمها 15 كتابا في مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ أسس الانتماء الوطني، منها حماية الكنائس في الإسلام، منها ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، منها مفاهيم يجب أن تصحح، منها فلسفة الحرب والسلم الحر، منها مشروعية الدولة الوطنية، منها نحو خطاب عقلاني ورشيد، منها داعش وإخواننا الطعام على القدس. مجموعة تضم 15 كتابا فقط ب 100 جنيه. ليه؟ لأن هدفنا ليس الربح، يعني ربما يكون هذا في حدود التكلفة تقريبا يقل قليلا أو يزيد قليلا، وإنما الهدف نشر الفكر الإسلامي الصحيح الوسطي في مواجهة التطرف والإرهاب. بنعمل تخفيضات هنا بالنسبة للسنة إما 50% لعامة الناس حتى أدنى 25%، إضافة إلى هدايا مثلا بندي القرآن الكريم مجودا لأي حد، حوالي كم يعني أكثر من 60 شريط لكل من يشتري بأكثر من 200 جنيه. الهدف ان احنا بننشر الفكر والثقافه الاسلاميه وبنطلع على ثقافات الاخرين في لقاء ولقاء حضاري، وكما قلت المعرض فرصه للتلاقي الحضاري والثقافي والحوار الحضاري، ونطلع على تجارب الاخرين نفيد منها كما يفيدوا من تجاربنا. وزاره الاوقاف في كل عام بتعزز مشاركتها سواء من حيث مساحتها في المعرض، سواء من حيث الكتب المقدمه، سواء من حيث التخفيضات، وهناك نمو عالي جدا في مشاركتنا وتصاعد بهدف نشر الوعي والثقافه. لا شك ان انا احس الشباب على زياره المعرض، لا شك مجرد الزياره والتعرف على النتاج العقلي الانساني فائده ثقافيه كبيره. يعني أنا بقول للشباب سواء حتى لو لم تكن على نية الإشراف، عليك زيارة المعارض من باب الثقافة، المشاركة في ندوات المعرض، مجرد المشاركة في المعرض في حد ذاتها جزء من الثقافة.